لو الحجم بتاعها الامعاء الحجم بتاعها غليظ ممكن ساعتها سهل عليا بدل ما اجيب ام انا حاطين هنا ازازه بنفتح ازازه ونقطع ازازه وبحطها حواليها يعني دي بتكون سميكه او غليظه فسهل ان انا احشي فيها وطالما هي سهل ان انا احشي فيها يبقى كميه الحشو اللي احطها ممكن تكون حاجات اسمك من انها تكون لحمه مفرومه ممكن نجيب هنا حمص مع رز وبقدونس ومعاهم ممكن زعتر بلدي او كزبره او نعناع او الخلطه اللي انتم بتستعملوها للمحشي لو فضلتوا شويه من البهار قرفه ملح كمون وكزبره تحط كل دول مع بعض وكل دول لما بيتحطوا او بيتفرموا مع بعض بيدوا نكهه مختلفه يعني ممكن احط قطع طماطم ممكن احط لحمه لو انا حابب يبقى عندي لحمه كمان جواها ممكن قطع هنا من اللحمه نخلط دول كلهم مع بعض او لو اكتفي انها تكون من الخضار بس اتاكد ان كل دول اندمجوا كويس ان هوت مع بعض وبعمل بكرر نفس الحكاية بحشيها بالرز بس بستعمل هنا بتبقى اسهل لي شوية انها حجمها اكبر فنحط الخليط ان هوت ونضغط عليه يعني نجيب حاجة نضغط عليه ممكن بمعلقة نجيب معلقة خشب وتبقى ديت الفكرة بتاعت الحشو لو عايزين تحشوها باللحمة ممكن تحشوها برضو باللحمة نجيب جوانتي هنا وحاجة بس ازق بيها واتأكد ان بقية السجق هنا ابتدى يستوي ممكن بالمعلقة هنا وابتدي اضغط عليها ديت بتحتاج ان انا اسلقها في مية علشان الرز يستوي وعشان اسوي الرز طبعا لازم اتأكد ان الرز بتوصل له المية والسائل بس مش الحرارة يعني يبقى حاجة تسوي فيها فبنيجي نهوت بالمعلقة ونبتدي نزق هتبقى اسرع لما اعملها بالطريقة ديت وبالقمع ممكن لو عندنا قمع ممكن استخدمه او بستعمل زي ما قلت ازازة ممكن احنا جايبين ازازة وبضغط عليها بنفس الفكرة كل ما بتنزل هنوت بنزلها وازق تاني وهكذا لغاية لما نحشي بالكمية اللي احنا عايزينها فدي بتكون اللي هو بيسمى ممبار وزي ما انتم شايفين هيكون اللون جوه متناسب مع الحشو فبنحشيها وبنعملها بالطريقة اللي احنا عايزينها بالحجم اللي احنا عايزينه ونوصل للمرحلة ان احنا بنكون حشيناها كلها لو انا مش حشيها ببهارات كتيرة ممكن الوانها تكون افتح يعني اللون هيتوقف على نوع البهارات اللي انا حاططها او كمية البهارات اللي انا حاططها دي هاخدها ونحطها في قلب النار بس قبل ما نسويها ممكن نجيب هنا هوت نلفها هنا نعملها زي دايرة وباجي هنا هوت عند الحتة ديت واربطها كلها يعني اربط القطعة ديت مع بعضها بحيث ان انا اقفل عليها وتبقى عندي شكل قد الحلة اللي انا هسويها فيها نقفل على دي هنا اهو نقرط عليها وبحط القطعة التانية هنا اهو وبقفل عليها وقبل ما بحطها على النار بس اتأكد انها متقرطة هنا قبل ما بحط ديت على النار بجيب ابرة عشان الرز يستوي والمية تدخل فيه بس بنشككها بس مش نفتحها عشان الرز ما يخرجش في كل حتة نفتحها بالطريقة ديت وباخدها واحطها في النار وفي طريقة تانية لو مش عايز اعمل كده في طريقة تانية بس الاول بجيب المية اللي بسويها فيها بحط هنا هوت شوية من الاعشاب ممكن احط شوية من القرفة شوية من البصل جزر اكني هعمل مرقة بالظبط نضغط عليها هنا دي طريقة الطريقة التانية ان انا ممكن اجيب نفس اللي احنا عملناه دوت بدل ما احطها كلها كاملة وصحيحة باجي واقطعها يعني نقطع ديت زي فكرة البتنجان المخلل او زي فكرة الكاليماري نقول ان هو الحجم بتاعها هيكون كده بس يعني ده الحجم بس اللي انا عايزه بعمل ايه بتأكد ان عندي كمية رز كافية عندي حتة صغيرة هنا من الامعاء موجودة بحيث ان انا لما اقطع ديت وانزلها هتقفل الجناب والرز هيفضل جوه وفي نفس الوقت هيستوي يبقى في مجال ان هو يتشرب من المية او المرقة اللي انا بسوي فيها اقطع ده كده اهو وبنسيبهم هنا يستووا نحطها كده وننزلها وهكذا يبقى هنا كمية الرز اللي بستعمله ممكن استعمل رز مصري او رز بسمتي زي ما بنعمل المحشي بالظبط واسيب حتة منها لان اول ما بتتحط بتبقى بتتماسك شوية او نفس الامعاء نفسها بتقفل فبتقفل الجنبين من بره فهنوريكم اول واحدة حطيناها شكلها ايه فاول واحدة حطيناها هنا ابتدت
تقفل والرز ابتدى يتماسك. يعني ده بيكون شكلها زي فكره البتنجان، اتقفلت من هنا واتقفلت من هنا، وهنا في المساحة اللي هي ممكن الرز يدخل فيها ويستوي. واللي احنا حطيناها كلها كاملة مع بعضها دي بنسيبها على اساس برضو نفس الفكرة انها تستوي، وعن طريق الفتحات اللي عملناها بالابرة استوى سوا كامل. يعني دوت كل اللي احنا حطيناه جواها اللي هو الرز اتحط ابتدى يتشرب، وابتدت كل النكهات اللي موجودة في قلب المية تدخل جواها، فبطلعها وانشفها. وديت ممكن تتقدم لوحدها، يعني ديت ممكن برضو اسيبها لغاية لما كلها تستوي، يبقى انا متحكم في شكلها، بسيبها لغاية لما تستوي وبعدين ممكن تتقدم يا اما زي ما هي كده نية، او لو حابب ممكن اقليها. ناخد شوية هنا من الزبدة، حط شوية زبدة صغيرين هنا ودول هحمرهم، حطها تأكد انها بتتحمر، بس هنا متهيألي هتكون الزبدة سخنة شوية، نستنى لغاية لما دي تتحمر او دي تتسلق ونبقى الحاجتين التانيين اللي هم على النار. الممبار اللي هو حطيناه في الزيت مع السمنة عشان يتحمر، وبتأكد ان مفيش رز فيه طير ويفرقع في كل حتة، فعشان كده ببقى مغطيه وما غطوش بحاجة تغطيه تماما، لان لو غطيته في حاجة هيطلع البخار. لو فاكرين اول حاجة ابتدينا فيها خالص اللي هو كان الممبار، وقلنا ان انا بجيب دوت وبحطه يتسلق وببقى ربطه ومخرمه هنا بس بالابره، بحيث ان انا يبقى سهل عليا لما اجي اقدمه. بنقطع هنا اهوت الخيط اللي احنا ربطنا بيه، ودوت ممكن احطه واقدمه مع سلطه لو حبيت. احطه هنا، اجيب دوت هنا مع سلطه، ممكن نطلع واحده كمان هنا اهو. يبقى عندنا اختيارين، يا اما الممبار بالطريقه ديت ونقطعه بعدها، او نقطعه قبل ما نقدمه، او اللي انا قلت بحمره، جبته وحطيته في قلب السمنه هنا اهوت وسبته بعد ما اتسلق، كان قطع صغيره انا قطعته واحنا بنحطه على النار، قطعته واتسلق بيبقى عامل زي البتنجان او حتى الكاليماري، فبيقفل هو على الرز اللي موجود فيه، والرز بيكون طبعا استوى جواه. بعد كده بنحطه في شوية سمنة صغيرين على أساس نقليه. يبقى دوت هتكون فكرة الممبار أو النقانق أو المقانق.